حياكم الله مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم جميعا. مع العيادة أيضا في البداية لأول مرة في فلسطين، إرجاع أجنة سليمة في رحم الأم بعد فحصها وراثيا. مزيد من التفاصيل مع الدكتور سامي شنار، اختصاصي نسائية وتوليد، مدير مركز شنار لأطفال الأنابيب والعقم والوراثة، وزميل الكلية البريطانية لأمراض النساء والتوليد. صباح الخير دكتور شنار، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير فيكم المستمعين. شكرا. يسعد الصباح. يعني ما شاء الله عن كفاءاتنا في هالوطن، يمكن خطوة بخطوة مع العالم، وأحيانا نسبق أيضا بخطوة، أليس كذلك؟ خاصة في الطب. الحمد لله. نعم، نشكر الله تعالى. إذا تعرف مستمعين على الموضوع، كيف تمت العملية؟ هل هي فعلا فاتحة خير لآلية عمل جديدة مع الأجنة من هكذا نوعية؟ تفضل دكتور، أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. الواقع أنه أنا بعد ما روحت من بريطانيا من حوالي 2007-8 سنين، حسيت أنه عندنا مشكلة هون اللي هي مشاكل الوراثية، زواج الأقارب، وإن كان الحمد لله خف كثير هلا. هذا الزواج المبكر، الأقارب والمبكر. لا ممكن الأقارب هو أكثر من المشكلة هون. إنه بتكون زواج أقارب، عائلات كلها ماخذة من بعض، فبتلاقي إنه مشاكل وراثية كثيرة كثير. إعاقات وراثية مشاكل 100%. فحسيت إنه لازم نعمل مشكلة، حل المشكلة. حل المشكلة. فكان في الحلول الثانية كانت الموجودة إنه هي فحص الجنين في رحم أمه، بس هذا بعطينا مشاكل إنه كيف إنه ممكن ننزل جنين عايش. كان عندنا خيار ثاني إحنا، إنه إحنا نفحص الجنين قبل ما نرجع لرحم الأم. فنعمل طبعا فحوصات مبكرة تأخذ فترة طويلة، من 6 أشهر لسنة، للزوجين، الأطفال المصابين، للعائلة، منحدد إيش المشكلة الوراثية الموجودة، وين مكانها، عي كروموسوم موجود، وإيش الجين المسؤول عنها. وهذا بأخذ ما حكيت وقت كتير. بعد هيك محضر العائلة، محضر بها تحديدا للأم للزراعة، حيث إنه نكون أجنة من الأب والأم، وهي الأجنة نفحصها لهي المشكلة الوراثية. هلا في كتير مثلا حتى في الأردن موجود هاي الزراعة، بس عادة في الأردن بفحصوا الجنين وبرجعوا بعد أشهر من تكون الجنين. إحنا الحمد لله عملنا عندنا تقنية إنه نفحص الجنين خلال يوم أو يومين من تكون الجنين بإذن الله تعالى، ونرجعه جنين سليم لرحم الأم. ما شاء الله. والحمد لله. إذن هي سابقة، هي سابقة بكل مقاييس دكتور سامي عندنا في الوطن، وكما قلت لك في البداية ربما تكون فاتحة خير. ان شاء الله هذا يعطي امل للعائلات الموجوده والعائلات المكلومه في هاي المشكله. طبعاً. انه يكون عندهم على الاقل جنين او جنينين سليمين يقدروا يكملوا هاي الاسره الموجوده، ويقدروا ما في منهم عندهم جنين سليم يدير باله على بقيه الاسره. ما هي يعني بعد 10 سنين من الان رح نشهد ثوره في الولادات الجديدة من الاقارب، وان شاء الله طبعا يبطلوا يتزوجوا اقارب، بس فعلا احيانا بتصير. أنا الحمد لله هي أنا العمل بلاحظ إنه النسبة قلت كتير الحمد لله، صار فيها وعي في مجتمعنا، وصاروا يحاولوا. يعني دائما بسأل مثلا الزوجين بقول الدكتور إحنا من بلد هي من بلد، وهذا إشي مفيد، وهذا إشي طبعا تطبيق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، غربوا في النكاح لا تضلوا. بالضبط. إذا دكتور سامي وين عملتوا العملية؟ بأي مشفى؟ الزراعة كلها تمت من ناحية تحضير المريضة، سحب البويضات والترجيع الأجنة، كله تم عندنا بمركز الشنار. مركز الشنار عندنا في وين مركز؟ في نابلس. حي الله نابلس وأهلها. الحمد لله. نعم. عليك. على الولادات كانت كل مرضى تولد حسب مستشفى اللي هي بتتابع فيه. طبعا احنا خلال فترة الحمل كنا نتابع المرضى ونتابع الأجنة عن طريق أخصائيين أجنة والتراساوند، وبعد الولادة برضو تابعنا الولادات مع أطفال أطباء الأطفال، والحمد لله كلهم طمنونا خلال الحمل وبعد الولادة إنه عندنا أجنة سليمين الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا، ألف مبروك عن جد، هاي بشرة نزوفة لكل أبناء شعبنا. نعم. الحمد لله. دكتور سامي، بس قبل ما أودعك، في تقنيات معينة لازم تفحصوها قبل وتحضروها وكذا قبل ما توصلوا لهالناحية؟ هلا إحنا نفحص الخلية واحدة من كل جنين، فاحنا عمالنا ناخذ ايش 6 أشهر لسنه، احنا يعني خلال 6 أشهر نعرف وين الكروموسوم، وين الجين المسؤول، ومنحضر تقنيه خصوصا لكل مريض او مريضه على اساس نفحص الجنين خلال يوم واحد. تمام. التقنيه هي بتاخذ وقت طويل، لانه بدك تطلع الجنين خلال يوم واحد، مش جنين واحد، ممكن تفحص 6-8-10 اجنه خلال يوم واحد، تفحصهم كلياتهم. هذا ما بالاحوال عليه باخذ اشهر، بيوم واحد فضل من الله بنطلع الجنين، بنفحص الأجنة كلياتهم، ومنقول إنه هذا جنين سليم أو غير سليم.
عن جد بتنعطوا العافية، وهذا إشي زي ما قلت لك برفع الرأس. دكتور سامي شنار، اختصاصي نسائية وتوليد، مدير مركز شنار لأطفال الأنابيب والعقم والوراثة، وزميل الكلية البريطانية لأمراض النسائية والتوليد. حياك الله عبر أجيال، شكرا لكل كوادر مركز شنار في نابلس عروس الشمال. إلى اللقاء. المجلة المنوعة، توعية، نقد، تثقيف، يوميا عدا الجمعة من 8:30 صباحا وحتى 10:00. هذا البرنامج برعاية جوال.